كان رحب بكم أعزائي المستمعين مباشرة من استوديو كاب راديو بمدينة طنجة. وكما العادة يوم الاثنين ضيفي الأول هو الكوتش مصطفى أملح مدرب تنمية ذاتية. كنا تكلمنا معه في الأسبوع الماضي على تعريف نموذج ضحية الجلاد والمنقذ، وهذه الأدوار هادو هما أدوار سامة كيتلعبوا في الحياة ديالنا. وكنا تكلمنا معه بالضبط على دور الضحية، واليوم نتكلم على الجلاد والمنقذ. من بعد الفقرة ديال الطب غادي نمشيو لعند دكتور إبراهيم أمسي أخصائي تغذية، غنتكلموا معاه على الغذاء أو التغذية المناسبة لمرضى النقرس. ونختم الحلقة ديالنا مع ضيفي حسن البوشيخي مصمم أزياء، غنتكلموا معاه على آخر صيحات الموضة ديال الخريف والشتاء هذا العام. كل هذا وأكثر من بعد ما استقبلوا الكوتش مصطفى أملح. كوتش مصطفى صباح النور. صباح النور أستاذ عائشة، شكرا لك على الاستضافة، ومرحبا بالمستمعين الكرام في لقاء جديد من لقاءات ديال التنمية الذاتية اللي كنتعلموا فيها مجموعة من المهارات ديال إدارة الذات وإدارة العلاقات. وحنا كنا كنهضروا على موضوع ديال دليل ديال العلاقات الصحية، باش نبنيو علاقات صحية سواء في العلاقة الزوجية أو في العلاقات ديالنا بشكل عام. وبدينا أن هناك مجموعة من الأدوار اللي كيلعبهم الشخص، وهاد الأدوار كيكونوا أدوار سامة، نحاولوا أننا نتخلصوا منها باش نعيشوا الدور الصحيح والدور الحقيقي اللي خصو تكون في العلاقات ديالنا، سواء كنا حنا اللي كنلعبوا هذا الدور هذا او الاخرين كيمارسوا علينا هذا الدور هذا. اذا عرفنا كيفاش اننا نتعاملوا مع الشخص ديال الضحيه، اليوم غادي نهضروا على الجلاد وكيفاش اننا نتعاملوا مع الشخص اللي كيلعب دور ديال الجلاد، وكيفاش اننا اذا كنا حنا كنلعبوا ديك الدور اننا نتجاوزوا. كوتش مصطفى، اذا كيف ما قلتي كوتش، هذا الموضوع هذا هو موضوع مهم، مع الاسف يعني في الكثير ديال او هو يعني هاد الادوار هذه كتلعب في الكثير ديال من الحياه ديال الانسان. وقلنا ان اهم حاجه ذكرناها معك في الاسبوع الماضي او في الحلقه الماضيه هو ان الانسان يعرف هاد الادوار هادو باش يشوف نفسه اولا واش هو كيلعبهم في الحياه ديالو في حياه الاخرين، ولا كان فعلا كيلعبوا يحاول ما امكن انه يعدل السلوك ديالو، ولا ما كانش يعرف بهاد الادوار ملي يتلعبوا في الحياه ديالو يعرف كيف يتصرف معهم. يا كوتش مصطفى. صح استاذ عائشه، ومهم جدا، لان حنا في كل لحظه كنكونوا في علاقه، وهاد العلاقه اما تكون سامه غادي تاخذ منا طاقه وغادي تستنتج منا طاقه، واننا غادي ما نكونوش ناجحين ديك العلاقه سواء كانت مهنيه او شخصيه. وكذلك اذا كانت علاقه صحيحه غتلاحظ باننا فعالين ديك العلاقه، وتؤدي اننا غادي نكتسبوا طاقه ايجابيه وطاقه فعاله، وغادي يكون عندنا قرارات فعاله. لهذا من الرائع انني نعرف الدور اللي كنلعبوا واش هو دور سليم ولا غير سليم. اذا كان غير سليم اللي هو دور ديال السام، نحاول انني نخرج من ذلك الدور. وكذلك اذا كان الاخر كيلعب دور معين كيفاش انني نتعامل معه، لان الاستسلام لينا للاخرين واننا ندخلوا في فيك المثلث ديال الضحيه او الجلاد او المنقذ، لانهم كيتفاعلوا مع بعضياتهم، هذا كيتفاعل مع هذا، وهذا التفاعل ديالو مع بعضياتهم كيخليني انني مستنزف الطاقه وانني منهار وما عرفتش علاش، بسبب ان كنلعب او انني انا اصلا ضحيه لواحد الادوار من الادوار ديال العلاقه. وقلنا الضحيه هو الشخص اللي كيكون هو الحلقه الضعيفه والعجز في العلاقه، دائما كتلاحظ بانه ما كيقدرش ذاته تقدير منخفض، وكيتاكل على الاخرين، وان غالبيه ديال كيلعب ديال كيحتاج للشفقه والتعاطف. وقلنا الجلاد اللي غادي نهضروا عليه اليوم هو الشخص الاستبدادي المسيطر في العلاقه، يعني العكس ديال الضحيه، وسلوك ديالو سلوك عدواني، وكيحاول انه فرض السيطره ديالو على الاخرين، وكتلاحظ بانه دائما كيأذي عاطفيا وكذلك جسديا الضحيه. اذا احنا مهم جدا نعرفوا هذه الادوار، لانه اول حاجه كنفهموا ذواتنا، ثاني حاجه كنعرفوا نتواصلوا مع الاخرين، وكنحسنوا العلاقه ديالنا، وكناخذوا قرارات مزيانه ملي كنعرفوا هذا الدور ديال الجلاد. اذا الجلاد من السمات ديالو هو انه يحب السيطره على الاخرين. هنايا خصنا نعرفوا كيفاش انني نعرف واش انا كنلعب دور الضحيه ولا الاخر عرف السمات ديالو. اذا من خلال واش هو كذلك بالاحرى الجلاد، اذا من خلال انني نعرف السمات، هاد السمات اللي غادي نذكرهم غادي نعرف انني انا كنلعب هذا الدور ديال الجلاد، وكذلك ممكن نعرف السمات ديال الاخر وكيفاش نتعامل معاه اذا كان كيفي هاد السمات هادو. اذا اول سمه هي السمه ديال السيطره، كتلاحظي انه دائما باغي يسيطر على الاخرين،
وكتلاحظ بانه الا ما قدرش يسيطر عليهم بطريقه ديال المنطق وطريقه ديال الدور ديالو كمثلا مكانة اجتماعية ديالو الى غير ذلك، تلاحظ بانه كيلعب من خلال التهديد ومن خلال التلاعب من خلال الاكراه. اذا الشخص هذا كيحاول يسيطر من خلال هذه الامور هذه، اما بالتهديد من خلال الدور اللي كيلعبوه او من خلال التلاعب والاكراه. كذلك النقطة الثانية أو السمة الثانية اللي متوفرة في الشخص الجلاد هو العدوانية، كتلاحظ بأنه عنيف لفظيا، عنيف عاطفيا، وربما عنيف جسديا. إذا كان مثلا أب أو زوج غادي تلاحظ بأنه كيمارس العنف الجسدي باش يبين السلطة ديالو وكذلك يبين المكانة ديالو. وعلى طبيعة الحال هذا يعني باقي كنهضرو في إطار السم، ما كنهضروش بطريقة جيدة. إذا أول حاجة السيطرة، ثاني حاجة العدوانية، ثالث حاجة تلاحظ بأنه دائما حب الانتقام، حاول دائما كيلعب الشخص الجلال كيحاول ينتقم من الآخرين، إما شي حاجة فعلوه أو شي حاجة كيعتقد أنه داروا. مثلا بزاف ديال الأشخاص كيعتقد بأنه الآخرين داروا له شي حاجة، فبالتالي باش يبين ديك السلطة ديالو إلى غير ذلك كيحاول أنه ينتقم منهم. كذلك من بين الأشياء هو دائما خص السمات ديالو هو الشعور بالأهمية، دائما كيحس بأنه خصو يحس الآخرين يحسوا بالأهمية، لهذا كيبدا يأدي الآخرين باش ياخذ طاقة واحد الاهتمام. إذا رد بالك إذا كان فيك حب السيطرة من خلال التهديد والإكراه والتلاعب، رد بالك هذه سمة من السمات ديال الجلاد. إذا كنت شخص عدواني عنيف جسديا وعنيف عاطفيا وعنيف لفظيا، رد بالك هذه سمة من السمات ديال الجلاد. كذلك إذا كنت دائما كتحب كتدخل في علاقات فيها انتقام، فيها الرغبة أنك أنت يا داروا مثلا أدوك بطريقة أو أخرى سواء يعني من بعيد أو قريب، كتحاول دائما كتلعب الدور ديال أنك تنتقم منهم إلى غير ذلك، رد بالك هذه سمة ديال الجلاد. دائما كتحس لأنك أنت يخصك تحس بالأهمية ديالك وتشعر الآخرين بالأهمية ديالك من خلال أنك تأديهم أو تدير واحد ألاعيب معينة أو تدير واحد دراما معينة، رد بالك هذه طريقة ديال سيمة من سيمات ديال الشخص الجلاد. لهذا من المهم جدا أنك ترد بالك أنك هذه السيمات هذو راه كيبداو يخلقوا واحد سلوكيات من معينة. مثلا ملي كتبغي تسيطر على الآخرين راه كتبغي تحكم الدور في السلوك ديال الضحيه، وكتبدا تاخذ قرارات في بلاصتهم، وكتبدا تفكر في الافكار ديالهم، رد بالك هذه راه سلوكيات ديال الشخص الجلاد. كذلك كتلاحظ بانك تلاعب وكتهدد الاخرين وانك تحاول انك تكرههم ياخذوا قرارات او انه يمشيوا معك بطريقه معينه، هذه طريقه من الطرق ديال الجلاد. ممكن يقدر يكون اب ويقدر يكون كذلك الزوج كيعنف الزوجه ديالو من خلال هذا الامر اللي ذكرنا. كذلك العدوانيه من خلال الضرب، من خلال الدفع الايهاء، تقدر تكون كتهين الاخرين. كذلك العدوانيه العاطفيه من خلال انتقاد الاخرين بطريقه جارحه، انك انت كتقلل من الاخرين خصوصا الضحيه، رد بالك راه انت هنايا كتلعب دور ديال الجلاد. كذلك من خلال الانتقام كما قلنا انك انت غادي دير، كتلاحظ بانك ربما طفل ديالك دار شي سلوك بسيط معين، كتلاحظ بانك انت ربما كتحاول تنتقم منه بطريقه ديال العقاب الشديد ولا شي حاجه بحال هكايا. فهذه الامور هي مجموعه من الصفات والسلوكيات ديال الجلاد. كذلك من الشعور بالاهميه من خلال ايذاء الاخرين كما قلنا، من خلال انك كتحاول تسيطر على الاخرين، كتحاول تثبت القيمه ديالك من خلال الاخرين، من خلال مثلا التنمر، من خلال انك تبين انك قوي وشجاع. فهي هذه مجموعه من السلوكيات ومجموعه كذلك من السمات ديال الشخص الجلاد. نعم كوتش، اذا كيف ما قلتي الانسان خصو يلاحظ كوتش ياك هو بالملاحظه باش يقدر يعرف واش هو كيمارس هذا السلوك او هذا السلوك كيتمارس في الحياه ديالو. بهذه الطريقه هذه نقدروا نعرفوا هذا الموضوع هذا كوتش. صحيح، من خلال المراقبة ديال هاد السمات وهاد السلوكيات، إذا كانت خصوصا إذا كانت دائمة ومستمرة فهذا دليل على
ان راك تلعب هذا الدور هذا اذا كان فيك او الاخر راك يلعب الدور ديال الجلاد اذا كان فيه هذه السمات وهذه السلوكيات. او كيفاش نقدروا نعرفوا يعني واش كتلعب هذه الادوار ديال اللي كنتكلموا عليهم ديال الضحيه المنقذ والجلاد في الحياه ديالنا، واش حنا ايضا كنلعبوا هذه الادوار؟ وقال بان بالملاحظه انا نلاحظوا نركزوا مع الحياه ديالنا ونركزوا في الحياه يعني الناس او الطريقه كيفاش كيتعاملوا الناس معنا بها. يا كوتش مصطفى. صح استاذه عائشه، اذا ضروري جدا نراقب السمات السلوكيات اللي ذكرنا ديال شخص الجلاد، وهنايا ملي غادي نعرف السلوكيات ديالو غادي نعطيوك بعد قليل طريقه ديال التعامل ديالنا مع هذا الشخص اللي هو الجلاد. اللي خصنا نردوا له ونشيروا له وكنا شيرنا له في اللقاء السابق، وهو ان الضحيه كيجذب هذا الشخص هذا او كينجذب بطريقه لا واعيه من الشخص اللي هو الجلاد، وكذلك حتى الجلاد ما يقدرش يمشي عند جلاد واحد اخر او واحد شخص سوي، انما كيمشي عند اللي كيلعب الدور الضحيه لانه عند بالنسبه له ما يبذلش مجهود كثير باش انه يتحكم فيه ويتلاعب به. لهذا رد بالك اول حاجه ما تكونش ضحيه كما غادي نشوفوا، ما تلعبش دور الضحيه. من بعد غادي نقولوا كيفاش انك انت تتعامل مع الشخص اللي هو الجلاد. لهذا رد بالك اذا كان الشخص عنده الرغبه في السيطره، شخص عدواني، شخص كيبغي يحسس الاخرين بالاهميه ديالهم من خلال الايذاء ديال المشاعر ديالهم وكذلك انتقادات كثيره او الرغبه في الانتقام، هذا يعني سمات كتدل على ان الطرف الاخر راه شخص كيلعب دور الجلاد. وكذلك اذا كانت فيا فبالتالي خاصني نتعلم كيفاش انني نخرج من هذا الدور ديال الجلاد، لانه اصلا ماشي طريقه سليمه في التعامل الحياتي واللعب العلاقات بطريقه جيده. لهذا اجي نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع شخص نتفادوا سلوك ديال الجلاد، كيفاش نتعاملوا مع الشخص اللي كيلعب دور الجلاد. اذا ياك نكملوا ياك استاذه عائشه. نعم كوتش. نعم، اذا كيفيه ديال التفادي ديال سلوك الجلاد، اذا كنت كنتعامل مع الشخص كيتصرف بشكل جلادي ان صح التعبير، هنا مجموعه من الاشياء اللي ممكن انني نتجنب الوقوع الضحيه ديالو خصني انني نتعامل. اول حاجه اللي خصنا نعرفوا هذا دائما كنشير له في العلاقات السويه، هو ان ضروري خص يكون قواعد وحدود واضحه. انت يا خصك في العلاقات المهنيه ديالك والعلاقات العاطفيه او الشخصيه ديالك تكون واضح حدود واضحه باش الناس يعرفوا كيفاش يتعاملوا معك. المهم جدا توضح للاخرين كيفاش يتعاملوا فين عندهم الحدود ديالهم، بهذا تعامل مع الشخص الجلاد وتوضح له الحدود ديال كيفاش يتصرف معك. كذلك حدد ما هو مقبول بالنسبه لك وما هو غير مقبول بالنسبه لك، الطريقه اللي تعاملوا بك، الاشياء اللي كتعجبك، الاشياء المواضيع اللي ما كتعجبكش تناقش. ضروري خصك توضح هذا الامر هذا، وحتى الناس من اللي غادي يكونوا كيتعاملوا معك، لان غالبيه الناس كيتعاملوا بواحد التلقائيه يعني بحال اللي كيتعاملوا مع جميع الاشخاص، وهذا يعني لان الناس ما كيعرفوش يرسموا حدود معينه، وديك الاشخاص اللي كيرسموا حدود معينه راه كتلاحظ بانهم كياخذوا الناس في عين الاعتبار ديك الحدود اللي رسموها. لهذا على سبيل المثال الا كان الشخص الجلاد كيحاول يتحكم في السلوك ديالك، يمكن لك تقول له وانت مرتاح يعني انك انت يا اللي غادي تقرر الاشياء بنفسك، اذا كان باغي ياخذ لك قرارات فبلاصتك بكل اريحيه خبره انا من بعد غادي نقول لك القرار المناسب الى غير ذلك. حاول انك انت وما تحسش بواحد الشعور بتانيب الضمير انك انت كتوقف الناس عند الحدود ديالهم، عادي جدا، لان المشكله ماشي مشكلتك انت، اذا كان هو كيلعب دور ديال الجلاد وكيلعب دور ديال العدوانيه ماشي مشكلتك، هو مشكلته هو، خصو هو يعالج راسه براسو الى عنده رغبه في التغيير. اما انت خاصك ترسم الحدود وتكون مرتاح وتاخذ قرارات بنفسك وتوضح له هذا الامر هذا. ثاني حاجه، اذا اول حاجه نرسم الحدود، ثاني حاجه نتعلم نقول لا. من المهم جدا انك تكون قادر تقول للشخص الجلاد لا بطريقه واضحه، ما تحسي بالخجل راه الى مثلا رفضتي القيام باشياء معينه باش ترضي شخص معين اللي هو الجلاد اللي باغي يحب كيتلاعب بك عاطفيا، وهذا كنا هضرنا على كيفاش التلاعب العاطفي راه خطير جدا كيديروه الناس اللي كيلعبوا الدور ديال الجلاد. على سبيل المثال اذا كان مثلا
الجلاد كيطلب منك واحد المهمه معينه ماشي من الاولويات ديالك وماشي مطلوبه منك في المهنه ديالك او في العلاقه ديالك الى غير ذلك. راه من حقك ومن بطريقه مريحه جدا تقول له انا اسف راه ما يمكنليش ندير هذا العمل هذا، ممكن لانه ما دخلش في جدول الاعمال ديالي او الاولويات ديالي او القيم ديالي. لهذا هنايا باش نكونوا هذا يعني نقدروا نقولوا لا ونرسموا الحدود ضروري جدا خصنا نكونوا واثقين جد من ذواتنا. باش نكونوا واثقين من ذواتنا ضروري خصنا نكونوا كنقدروا ذواتنا وكنقدروا الاهميه ديال الاشياء اللي كنديروها والاولويات ديالها ديالنا. وثاني حاجه ما كنستمدوش ما كنكونوش كنسعاو الحب، لان بعض المرات المشكل ديالنا ملي كيكون عندنا احتياج عاطفي اننا نكونوا محبوبين ومرغوبين، بالتالي ملي ما كيكونش عندنا واحد العقليه ديال الوفره في العلاقات واننا عندنا علاقات طيبه مع بزاف الناس. لهذا مثلا ملي كيكون عندي هذا الشح في العلاقات لهذا كتلاحظ بانني كنقدم تنازلات لانني عندي شح في العلاقات. لهذا واخا ندخل في علاقه ديال الجلاد كتلاحظ بانه كتقول يا هذا بوحده راه جزء من الاهتمام، لان بعض المرات الطريقه ديال التلاعب والانتقام راه هو في حد ذاته كيعطي واحد دراما معينه، واحد العقل ديالنا للاسف او الايجو كيعجبوا هذه الدراما هذه، فبالتالي كيطلع بانه كيتغدى على هذا الالم، يعني كنتغدوا على الالم لاننا ما لقيناش بديل او ما كنعرفوش راه كاين بدائل اخرى اللي هي السويه. لهذا حاول انك نتايا تكون مقدر ذاتك باش ما تطيحش في هذه النقطه هذه، وهذا غادي نهضروا عليه ملي غادي تكون نتايا كذلك كتلعب هذا الدور هذا. اذا اول حاجه تعلم توضع حدود، ثاني حاجه حاول انك تكون كل اريحيه كتقول لا للمطالب، وانك نتايا ما تخافش انك تكون مثلا ترفض الاخرين الى غير ذلك. ثالث حاجه الى ما قدرتي هو انني نحاول نطلب المساعده الى حسيت بتهديد او مضايقات ديال الشخص الجلد، وبالتالي ممكن نطلب مساعده من الاشخاص اللي كتثق فيهم، ربما اصدقاء ربما عائله، والى ما كانش ربما حتى من الكوتش او معالج. فهذا على ما كيعنيش انك انت ضعيف، انما ربما مجموعه من الاشخاص اللي هما ربما يعني فوق السلطه ديال يعني فوق يعني هما في الخدمه اكثر سلطه منك ولا شي حاجه، هنا ربما كنحتاج مساعده خارجيه. من المهم خصنا نذكروا ان انت ماشي مسؤول على الشخص الجلاد، ما تسمحش بالايذاء ديال الايذاء اديك وسيطر عليك. انت يا راه ماشي هنايا تولدتي باش تخدم شي حد اخر اللي هو ما حنا صحيح كنخدموا الانسانيه بشكل عام من خلال الاهداف ديالنا وليس من خلال اننا نرضيو الاشخاص الغير اسوياء، وكما قلنا هاد الاشخاص راه غير اسوياء. لهذا من المهم جدا كما اشرت الاستاذه عائشه ناخذ نكون على درايه بالعلامات التحذيريه اللي هما مجموعه من السلوكيات اللي ذكرنا قبل القليل اللي هي كتدل على ان هذا الشخص جلد. لهذا خصني نكون منتبه، مهم نكون منتبه لهذا الامر هذا. ثاني حاجه او رابع حاجه لا تاخذ ما تاخذش الامر محمل الجد ومحمل الشخصاني، ما تخصص الامر. حاول ان تعرف بان الشخص الجلاد اللي كيتلاعب فيك او كيبغي يتحكم فيك وكيلقي اللوم عليك وكينتقدك ان الكلام ديالو محمل الشخص. حاول انك تاخذ الامر ماشي مشكلتك انتايا، مشكلته هو الا ما نفذتيش الامر ديالو المطالب ديالو ماشي مشكلتك انت انما مشكلته هو. لهذا ما تشخصش الامر، حاول انك دير واحد فصل بينك وبين هذا بينك وبين الاخر من خلال انك تهتم براسك، تحدد تعطي النفسيه ديالك قوه، تجدد ذاتك، تطور ذاتك، حاول انك يعني تلبي الاحتياجات العاطفيه ديالك، خصوصا الاحتياجات العاطفيه ديالك من خلال علاقات سويه، ما تبقاش تسعى الاهتمام من اشخاص اللي هما غير اسوياء. حاول انك نتايا تكون يعني كتسعى انك تنمي راسك تلقائيا الناس السلبيين اللي هما الناس الغير اسوياء، غادي تلاحظ بانهم اصلا هما كيخافوا منك، هما ما يقدروش يقربوا لك لان ما عندهمش نفس الطاقه اللي كتمتلكها نتايا. اذا هادو مجموعه من الطرائق ديال كيفاش نتعامل مع الشخص الجلاد. الان غادي نهضروا على انا اذا كنت انا ذاك الشخص الجلاد، يعني انا كنلعب الدور ديال الجلاد وكيفاش نتعاملوا مع الامر. ودائما انا كيعجبني في الطريقه ديال العلاج هو يعني واحد العلاج اللي هو بسيط اللي هو داخل في علم النفس المعرفي اللي هو العلاج المعرفي السلوكي. هذا الامر كما سيرنا دائما ان شاء الله في
في هذه اللقاءات نكونوا كنستخدموا هذه المدرسه لانها بسيطه وكل شخص ممكن يطبق الافكار ديال هذا المنحة النفسي، وهي فلسفه بسيطه ممكن الانسان يتعلمها ويبقى يعالج بها غالبيه المشاكل اللي كتكون في اداره الذات او في اداره العلاقات. المدرسه كتقول لك الاشكاليه ديال السلوكيات ديالنا هي نتيجه التصورات المعرفيه ديالنا، اذا نغير التصورات المعرفيه غادي تغيروا السلوكيات ديالي. لهذا دائما عندنا ثلاثه ديال المراحل. اول حاجه نحدد الفكره اللي كتقودنا السلوك، ثم نضحك ديك الفكره، يعني نحاول انني نشكك فيها ونجيب دلائل العكس ديال ديك الفكره، ثم نبني معرفه بديله، معرفه ايجابيه بديله، نحاول ندير واحد الهيكله ديال المعرفه جديده ونحاول نعززها. هذا عندنا ثلاثه ديال الخطوات اساسيه. اذا اول حاجه هو نعرف السلوك، اذا نطبقوا نفس الفكره او نفس النموذج ديال العلاج المعرفي السلوكي على هذا النموذج ديال الجلد. اول حاجه نفهم علاش كنلعب هذا الدور، هذا نحدد السبب اللي خلاني نلعب دور ديال الجلد. نبدا نسول نفسي شنو هي العوامل اللي ادت بيا انني نلعب هذا الامر، هذا باش نكتشف الصوره الذهنيه باش نحاول نتجاوزها. هذا ونبدا نسول راسي، واش انا مثلا عشت طفولة غير جيدة، فبالتالي أنا كنت كنلعب يعني الأب ديالي أو الأسرة أو الأهل أو المدرس مارس عليا ديال دور الجلد وكنت دور الضحية وبغيت ندير العكس ديالها. ثم واش أنني أصلا ربما لأن الجلد في العمق ديالو راه كيحس بالضعف، في العمق ديالو كيحس بأنه يعني غير أنا ما عنديش طاقة، أنا ما عنديش اهتمام، أنا غير أنا ناقص، فبالتالي كنحاول نعوض ديك الشيء من خلال العدوان وحب السيطره والتلاعب، يعني كنبغي نعمر هذا النقص هذا من خلال هذا الامر هذا. وبدا نسول راسي واش انا كنحتاج للسيطره، واش انا اصلا محتاج للسيطره باش ناخذ الاهتمام ديال الطرف الاخر. نسول هذا الحوار الداخلي باش نكتشف الصوره الذهنيه، نحاول نسول هذه الاسئله باش نحاول نكتشف الصوره الذهنيه باش نقدر انني نتجاوز هذه الصوره الذهنيه، لانني ما اكتشفتش الصوره الذهنيه، ما اكتشفتش السبب، واخا نجي نطبق الامر ما نقدرش نخرج من هذا السلوك، لان السلوك هو نتيجه للتصور، لهذا من المهم جدا نكتشف الفكره. الفكره اللي قادت لهذا السلوك هذا، ونبدا نتلاعب بهذه الفكره، نحاول انني نجيب دلائل ان هذه الفكره غير صحيحه وغير قابله للتطبيق في الواقع وماشي سليمه، ونحاول نقنع نفسي من خلال حوار داخلي، ندير واحد الحوار، وممكن الان اذا كان صديق ديالي عنده واحد الوعي بسيط نحاولوا الاسئله بسيطه نتجاوزوا هذه الصوره هذه، ثم بعد ذلك نبدا نطور فكره عقلانيه واقعيه. فكرة اللي بمجرد باش نفهم دور غير صحيح، تلاحظ بأنك يمكن لك تبدا تلعب أو بالأحرى تطور الفكرة. إذا ضروري جدا نفهم الفكرة بأنها غير سوية، لأن إلا بقيت أنا كنعطي مبررات ديال ديك الدور، مثلا أنا جلاد وبقيت كنقول راهو ما كيستحقوا هذا الأمر هذا، وإلا ما لعبتش هذا الدور هذا تلاحظ بأن الناس غادي يستغلوني، الناس يسيطروا عليا. لهذا هاد الاعتقاد هذا أو المجموعة ديال الأفكار ما تخليكش تتجاوز الفكرة أو ما نتجاوزش هذا الدور هذا، لأن الدور واحد السيناريو، واحد الحوار داخلي، واحد الفيلم كنعيش فيه. أنا إلا ما اكتشفتش أن هذا الفيلم أنه مدمر وأن هذا المسلسل اللي كنعيش في الذهن ديالي أنه غادي يؤدي بيا العلاقات غير سوية، راه ما نقدرش ننتقل لواحد الدور جديد. لهذا أول حاجة نهدم هذا الدور هذا ونبدا نبني واحد الدور جديد اللي هو دور حقيقي اللي هو واقعي قابل للتطبيق. على سبيل المثال إلا بديت أنا مثلا كنعتقد بأنني في الداخل ديالي أنا في الأصل كنحس بضعف من ناحية ربما لأن ما عنديش مثلا دور اجتماعي معين، وربما ما كنحس بالقوة داخلية من نبعة من ذاتي، أتلاحظ بأنني بديت كنحاول نغير ونبني صورة إيجابية جديدة. إذا أنا كنحس بالضعف نحاول نبدا نركز على نقاط القوة ديالنا، نقاط القوة اللي هي زوينة فيا، وكما كنعرفوا ما كايناش شي واحد في هذه الحياة إلا ولديه نقاط القوة ونقاط الإيجابية
كيما كان، واخا يكون من أسوأ الامور في الحياه نفترضوا، رغم ان غالبيتنا راه مزيانين، غالبيتنا عندنا اشياء رائعه فينا، نحاولوا نركزوا عليها، لان ملي كنركزوا على النقاط الايجابيه وما كندخلش في المقارنات، كتلاحظ بانني بديت كنتسامح حتى مع الاخرين، كنبدا نتعاطف مع الاخرين بدل ما نلعب الدور ديال الجلاد، كتلاحظ بانني بديت كندير التعاطف الاجتماعي والتقمص الاجتماعي، وهذا غادي يساعدني نكون في علاقات جيده. لهذا من المهم جدا نعزز بان في الغالب ديك الجلاد ما عندوش عنده نقص داخلي، نحاول نعزز الايجابيه في الداخل ديالي، ونحاول انني انا ما ندخلش مقارنه، ونحاول نفهم ان العلاقه السويه راه ما محتاجاش مني نكون جلاد او انني نكون شخص مسيطر ونكون عدواني، انما الانسان يكون بواحد الحسم وحدود كيرسمها لراسو، وكيكون واحد الطريقه زوينه في التعامل ديالي مع ذاتي، وهذا غادي العكس التعامل ديالي مع الاخرين. اذا في الغالب الجلاد راه عنده ضعف في الداخل ديالو، شنو كيحتاج؟ كيحتاج تقدير ذاتي عالي، التقدير الذاتي عالي كنكتسبه من خلال التركيز على نقاط القوة ديالنا، ونعززوا ديك نقاط القوة ديالنا بدون ما ندخلوا في المقارنات مع الآخرين، بالعكس كنلعبوا التعاطف ديالنا مع الآخرين، وكنحاولوا أننا نكونوا يعني يد نساعدوا الآخرين بدل ما يكونوا حنايا اللي كنآذيو آخرين عاطفيا وكذلك ربما جسديا. هادو مجموعة من النقاط بطبيعة الحال، حاولوا اننا نتاقلموا بطريقه زوينه، يعني نحاول انني يكون عندي هذه المهارات هذو. لهذا من المهم جدا الانسان يعرف هذه الادوار، ويحاول انه يخرج قدر المستطاع من الادوار الثلاث اللي هضرنا حاليا، هضرنا على جوج، ان شاء الله في اللقاء المقبل نهضروا على المنقذ، والمنقذ هو اللي كيحاول ان ينقذ الضحيه من الجلاد، وانه كذلك كيدخل في واحد الدراما اللي ماشي صالح، ماشي في صالح الجميع، لا المنقذ لا الجلاد لا الضحية، إنما هذه الأدوار هذه الثلاث أدوار سلبية. اليوم هضرنا على الدور ديال الجلاد، قلنا الجلاد فيه مجموعة من السمات بحال حب السيطرة، حب التلاعب بالآخرين، حب كذلك كيدير سلوكيات ديال العدوانية، وكيثير الاهتمام الآخرين من خلال الانتقاد ديالهم، من خلال الإهانة ديالهم إلى غير ذلك. رد بالك إذا كانوا هذه السمات فيك، خاصك تخرج من خلال انك تحدد علاش انت اصلا كدير هذا الدور هذا، وتحاول تبني افكار ايجابيه تجاه ذاتك، لان في الاصل عندك ربما ضعف وما كتشوفش راسك اهل للحياه والسعاده، فبالتالي كتلعب هذا الدور هذا. اذا ما كنتيش فيك هذا، ولكن مجموعه من الاشخاص كيحوموا حولك فيهم هذا الدور ديال الجلد، حاول انك انت تعرف تتعامل معهم من خلال رسم حدود واضحه، وتبين للاخر كيفاش يتعامل معك، وتبين له انك انت ما تاخذش الامر على محمل شخصي، يعني انت ماشي مسؤول على تحقيق الرغبات ديال الاشخاص غير الاسوياء، انما اذا كانت مشكله مشكلتهم هما. ثاني حاجه، حاول انك انت تاخذ قرارات بنفسك، وانك انت تعرف تقود ديال المطالب ديال الاخرين. اذا هادو يعني واحد صوره مصغره لهاد الادوار هادو كيفاش نتعامل معها، وان شاء الله بالنسبه للي عنده يعني ما قدرش انه يخرج من هاد الدائره الى من خلال هاد النصائح البسيطه اللي هي ممكنه للجميع، ضروري جدا يشوف مختص، لان الحياه الطيبه في العلاقات الطيبه والعلاقه الطيبه مستحيل تكون في هاد المثلثات. نعم واضح دكتور ابراهيم، دكتور او كوتش مصطفى املاح، كنكون سعيده بالتواجد ديالك معنا، شكرا لك. شكرا لك.